تم رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، أحال إلى لجنة التنمية في مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول الشيخ صباح الخالد، وتم استدعاء جميع المسؤولين عن هذه المشاريع، وجزء تم إحالته إلى التقاعد أو استقالته، والجزء الآخر عدل مساره وبعض المشاريع. طبعا ما يحضرني الحين عدد القياديين، ولكن بعض المشاريع يعني انتقلت من عدم الإنجاز إلى الإنجاز. وما زلنا يعني هو شوف، أنت قاعد تتكامل، طالما أنت تتعامل مع بشر إذن هو لازم تكون هناك العصا والجزرة، وهناك لازم تكون متابعة.